رجعنا مشاهدينا لاكمال حلقتنا من برنامجكم بيت للكل. حقيقه واحنا مقبلين على الشهر الفضيل، كثير من التفصيلات المهمه اللي تهم المواطن العربي والعالمي حقيقه هي الازمه الاقتصاديه وغلاء الاسعار. بالنسبه احنا كبلدان عربيه نشاهد ارتفاع الاسعار بشكل غير محدود، يعني حتى ماكو نسبه وتناسب بين مدخولات البلدان. بالنسبه للبلدان المصدره للبترول ارتفاع نسب تصديرها للبترول، لكن في المقابل نشاهد ارتفاع الاسعار والمواطن العربي يصعب عليه اشتراء بعض المواد الغذائيه اللي موجوده ويحتاجها في سفره رمضان. انضمت لنا في بيت الكل الدكتوره رانيا الجندي خبيره الاقتصاد واسواق المال، وايضا عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء. حقيقه راح تتحدث بادق التفاصيل لايجاد بعض الحلول للمواطن العربي. حياك الله دكتوره ومساء الخير ونورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. مرسي دكتوره. ازمه اقتصاديه عالميه تمر في كل بلدان العالم، لكن اليوم المواطن لا يعرف ما هي الحلول المناسبه للتخلص من غلاء الاسعار. الحلول بسيطة جدا، تشييد الاستهلاك، دي أهم الحلول، إن أنا أقدر إن أنا أشوف احتياجاتي إيه وألبي احتياجاتي، بس ما ألبيش أزيد منها، لأني أنا لما في حالة إني بلبي أزيد من احتياجاتي وما برشتش إنفاقي أنا بعمل الأزمة دي، أنا بساعد في الأزمة، أنا بطلب زيادة الطلبات على المنتجات في وقت معين بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن المنتجات اللي موجودة أقل من الطلبات اللي عليها، يبقى هنا المعروض أقل بكتير من المطلوب، بالتالي بترتفع الأسعار. وهنا طبعا في آليات كتيرة بتكمن إن إحنا إزاي إن إحنا لو مش قادرين إن إحنا نرشد استهلاكنا كمواطنين، الدولة بقى تقدر إن هي تزود المعروض علشان خاطر تقلل، يبقى في توازن أو في بالانس ما بين المطلوب والمعروض، وبالتالي يتزن الأسعار وترجع لأسعارها الحقيقية.